وينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية. برحب بحضرتك دكتور محمد على شاشة القاهرة الإخبارية وفي هذه التغطية. إذن كيف تقيم لنا ربما الوضع الصحي اليوم في السودان بعد إعلان هذه الهدنة؟ السلام عليكم، أحييكم وأحيي شعب السودان وأستحسن تبعيها وحركم وحي القطاع الصحي العريض الذي ما زال يقدم الخدمه تحت هذه الظروف الاستثنائيه. الوضع الان ماشي في تحسن ملحوظ خاصه في الهدنه البالغه. قدرنا نوصل الامداد اللوجستي للمستشفيات، مستشفيات واكسجين ومستهلكات صيدلانيه وكوادر الى المناطق البعيده كمان يعني كان. المستشفيات العامرة حتى الآن هي 134 مستشفى، المستشفيات خارج الخدمة 34 مستشفى في القطاعين العام والخاص. مجمل الإصابات حتى الآن 2112 إصابة، عدد الوفيات 151 حالة وفاة موثقة، الوفيات منها 25 حالة وفاة وصل عسكريين. مراكز الكلى العامدة هي 24 مركز من مجمل 30 مركز يقدم الخدمة التأثير الكلوي الطارئ والراتب أو الدائم لعدد 3500 مريض. المراكز فيها التي تغذي الأولية 51 مركز من 81 مركز صحي يقدم الخدمة على مستوى الاختصاصيين، اختصاصيي طب الأسرة. وإذا تبين وإذا كانت هنالك حاجة إلى تحويل حالة من الحالات المرضية المزمنة تحول عن طريق لحالة على الرقم 633 لأغرب مستشفى طرفي أو شبه طرفي يعني. طيب دكتور محمد، إلى أي مدى ربما اليوم يعني كوزارة الصحة السودانية من الممكن أن تستفيدوا من حالة الهدنة المعلنة حتى الآن؟ ما هي الإجراءات اللي ممكن أن تتم للاستفادة من هذه الهدنة؟ هذه الهدنة الآن نحن استفدنا منها في إرجاع الإمداد المالي لعدد من المستشفيات المتوقفة، إرجاع الإمداد الكهربائي برضو لعدد من المستشفيات اللي قد إصابات في المحولات الكهربائية، نقل المواد الغذائية للكوادر العاملة، نقل مزيد من مخزون الأكسجين والمستهلكات الطبية، ترحيل الكوادر إلى المستشفيات البعيدة لتبديل الطواقم الطبية العاملة. طيب دكتور، أيضا ما هي ربما أبرز المعوقات أو التحديات التي تواجهكم اليوم على الأرض يعني في ظل هذه الأحداث اللي تشهدها السودان؟ هي النقص في الكوادر الطبية، الكوادر الطبية الاختصاصيين والكوادر العاملة، وذلك لأن المستشفيات تعمل بالحد الأدنى، الحد الأدنى من الكوادر، وذلك في طارئ نحن الان الكوادر تعمل بالحد الادنى التي تغادر العدد القليل من الاصابات التي ترد. نحن متوسط الاصابات اللي ترد الى هذه المستشفيات 100 الى 200 حاله في جميع ولايات الخرطوم لجميع المستشفيات، ولكن نحن الان نخطط الى ان المستشفيات تعمل بالطاقه القصوى تحسبا لاي طارئ. لا نعرف متى تضع الحرب او زارها. طيب دكتور محمد، ايضا هل هناك خطط ربما لطلب اي نوع من انواع المساعده او الدعم حتى ان كان دعم لوجستي يعني من قبل منظمات الاغاثه الدوليه للمساعده ربما يعني في ظل هذه الاحداث اللي نعم. تحدث اليوم في السودان؟ نعم نحن في حاله حرب ولا احد يتوقع ما هي المآلات في المستقبل، وبالتالي نرحب باي دعم لوجستي، دعم حتى الدعم المعنوي، الدعم بالكوادر الصحيه على المستوى المحلي والاقليمي والدولي. باب المساعده مفتوح يعني لانه البلد في حاله حرب. هل هناك اي تنسيق يحدث ربما بينكم وبين اي من هذه المنظمات؟ نعم دكتور، هل هناك
نعم دكتور محمد، هل هناك ربما أي تنسيق يحدث الآن بينكم وبين أي من منظمات الإغاثة؟ نعم تنسيق بين منظمة الصحة العالمية، نعم منظمة الصحة العالمية، منظمة الصليب الأحمر، منظمة الهلال الأحمر، منظمة غطر الخيرية، وعبركم نشكرهم جزيل الشكر للمساعدات القيمة التي قدموها وما زالوا يقدموها على المستشفيات. دكتور محمد، أيضا إلى أي مدى ربما تغير الوضع اليوم من الناحية الطبية والصحية في السودان عما كان عليه ربما في أول هذه الأحداث؟ نعم الوضع يعني يشهد استقرار كبير، نزول عدد مقدر من الكوادر الصحية للمستشفيات، يعني منتهزين حالة الهدنة الآن. دكتور ايضا اخماد اصوات النيران في عدد كبير من نواحي ولايه الخرطوم محليات المختلفه. يعني ربما يعني لو تطلعنا دكتور ايضا معظم حالات الاصابه او القتلى هل تتحدث في مدينه معينه او منطقه معينه تتركز فيها الاشتباكات وبالتالي تواجهون تحديات اكبر يعني في مناطق معينه عن غيرها؟ نعم طبعا هي الاصابات الطلقه الناريه والاعيره الناريه والمخلفات الغذائيه. هي طلقه ناري او مزايك في الراس والعنق والبطن والصدر والحوض وكسور جسم المركب. معظم هذه الاصابات تركز في منطقه وسط العاصمه وسط الخرطوم. نعم انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد ابراهيم متحدث باسم وزاره الصحه السودانيه على كل هذه المعلومات.